اما الشيء اللي بيرفضه الانسان ما بدنا اياه نحن. يعني اذا بيجي واحد بطقطق على الآلة الموسيقية بشكل مزعج كمان قد نعتبره انه هذا سلبي، ولكن بالدبدبات تبعه في مكان ما يمكن يفيد. يعني كنا نقول عن فرق الروك والبوب والهودي انه شو هالازعاج وشو هالاصوات اللي عم تطلع منها، بس يمكن إلى ايجابيات على الانسان، في منها سلبي ومنها ايجابي. معناتها مش كل شيء نحن بدنا نقول بس ما بيسوى او بيسوى، في له سيئات وحسنات. فاذا نحن بدنا نستفيد من حسنات الصوت الموسيقي، الدبدبات اللي تدخل الانسان، المتعه اللي هي عند الانسان تحصل بسبب الصوت الموسيقي، ثلاثه نوع وكميه هذه الدبدبات ومكان تفعيلها في الجسم. هلا نرجع للموسيقى دو شامبر، ليش كانت تفعل، ليش يحبوها، ليش. هلا هون بدنا نحكي عن شيء وهو هذا التاز اللي طارحه انا جديد وحكيت عنه، بعد مش موجود بالعالم بس له معطيات. في شيء بسموه اوفرتون، سموه يعني ما فوق الصوت. يعني انا اذا هلا بجيب الاله بقول لك نوطه لا 440 هرتز، هذه النوطه لا اذا بترقها بالاصبع مثل العود يعني نقر بيطلع منها 8 اصوات بيركبوا نوطه واحده. اذا بدق عليها بالاوس للكمانجا او للربابه من نوطه ال 440 هرتز 16 نوطه بيركبوها. يعني انت عم تسمعي 16 نوطه بس عم تميزيها بوحده، انه انت مفكر حالك بتسمع نوطه واحده وبدوزن عليها الاوركسترا، ولكن هي مركبه من 16 صوت مركب على بعضه. فاذا اذا كان كل نوطه واحده بنسمعها هي مركبه من عده نوتات، فاذا الدبدبات الجميله اللي عم ننقيها هي متعدده وكثيره، ولكن نحن عم نسمعها بنوطه واحده. أول شيء بالآلات الموسيقية، آلة السحب بالقوس أو الفيولون والفاميليا تبعها، يعني اللي جدهم الربابي اللي بيضربوها بالقوس، هذه كل صوت بيطلع منها مركب من 16 صوت. أغنى شيء بالأوفرتون هي آلات السحب بالقوسية. تاني كاتيجوري بتجي هي الآلات الوترية اللي بالنقر، يعني مثل القانون، مثل العود، مثل الجيتار، مثل كل الأوتار اللي تنقر بالريشة أو بالأصبع أو هي نقر مش سحب، تعطي 8، كل صوت منها مركب من 8. بيرجع بعد منها ثالثة هي آلات النفخ النحاسية أو الخشبية اللي مركب كل نوتة منها مركبة من 4. بيرجع الآلات الإيقاعية اللي هي من الجلد وعلى الخشب أو شيء أو على المعدن شدينه وبيضربوا عليها ضارب بالإيدين أو بالعصي، هذه بتعطي 2. كل صوت ضرب الطابل مثلا هو مركب من 2 اوفرتون، كل صوت من آلة نفخ مركب من 4، كل صوت من آلة وترية تنقر مركب من 8، كل صوت من آلة بالقوس بندق عليها مثل الكمانجا والربابي والفاميليا تبعهم مركب من 16. هون الموسيقى دو شامبر كانت دائما وفي اغلب الاحيان هي الالات الوتريه السحبيه، يعني الكمانجا، الفيولا دا جامبا، الفيولا تشيلو، كله بالاوس. هيدا اغنى شيء بيعطي اوفرتون للانسان. واذا بدنا نحكي عن تاثير الاوفرتون اللي ما بيسمعه الانسان هو من هذه الالات، لسبب حضور الالات الاوركستراليه أو الالات السحبيه الوتريه اللي فيها كمانجات كتير وتشيلويات وغيره، هي غنية كتير بالأوفرتون اللي بيأثر إيجاباً على الإنسان. من هيك الاستقرار في الشعوب اللي بتداوم دايماً تسمع الأوركسترا السيمفونية والفيها وتريات سحبية بتحس في استقرار، بيقعد ساعتين وثلاثة بيسمع ما بيهمه. نحن هون ما بيقدر يقعد 5 دقايق يسمع الواحد قد ما في توتر بحياته بجسمه بأفكاره، بينما اللي بيقدر يقعد 3 ساعات يسمع موسيقى معناتها هي الموسيقى عم بتساعده، وهو عم بيعرف انه لو قعد سنة ما حكي ولا كلمة الموسيقى ماشي هو عايش فيها. فاذا من الموسيقى دو شامبر وتأثيرها على الملوك وعلى الناس والقصور اللي كانوا يستعملوها، تصور اليوم واحد مريض
ما نعمل له اوركسترا دو شامبر تيجي او انسامبل دو شامبر كل يوم يجي يدق له، بتكلفه يوميا 2000 دولار انه يجي ناس يدقوا له. هذا شو بده يدفع على ليتعالج بالموسيقى يعني على 5-6 اشهر؟ بده يحط له $1,000,000 $500,000 بعرفش $200,000 حتى يتعالج في الموسيقى.